قديش رقمها لأمك؟ اعطيني رقمها. ما بعرف. اعطيني رقمها. عم اقول لك ما بعرف. لك انا ما بكذب ولا بخير. ما بعرف شيء انا. بتعرف وين بيتها؟ وين بيتها؟ هون انا بدي لك. بتروح معك؟ بق... انا اروح معك؟ انا اروح معك يا زلمه بكير. بدها تروح سيمونا بدها تروح معي. ممنوع لا لا. سيمونا بدها تروح معي. اطلع وحدك يا خيي دلتكم على البيت اطلع وحدكم. بدها تروح سيمونا معي. انا قلت لا واذا ظهرت هلا راحت لعندها ما بتفوت على البيت. اكثر من الان؟ ما بتفوت. ما بتفوت على البيت. يا جوزيف. بتضل عندك. جوزيف. جوزيف. خلص منتهي بالموضوع. هيدي اللغة هيدي مش لغة بي. لغة ابن شيرح خلص. ملا انا ما قلت هيك انا عم بقول انه البي يمكن بحاول يرتب الاجواء مع بنته. انت ما عشت اللي عشته انا. بس هي لو عايش ربع اللي عشته انا بتحكي اكثر من الان. بس يمكن حق اتعرف على ستها. مش ايامي انا. سيمونا بتروح. انا بتروح معي. ما بترجع عم اقول لك ما بترجع بتضل فوق. سجن؟ بتضل فوق ما بتفوت على الباب. سجن؟ يا اخي استفد منك الا بس انا قلت كلمته وسمعتها هي. بس سجن؟ انا قلت كلمته وسمعتها. طيب اذا انا رحت. روح الله معك. جبتها معي. لمين؟ لسيمون. بتكون عم تنهي لها هذا كم يوم اللي عايشتهم بعد. ليش ممكن تعمل؟ ما بتتصور شو ممكن اعمل. شو بتعمل؟ ما بعرف شو نجيبها بتعرف ساعتها. شو ممكن يعمل ابن لما يشوف امه بعد سنوات؟ ما اني ابن ولا عندي ام. انا لو معتبر عندي ام كنت بقول لك شو ممكن يعمل. بس حتى شعور تجاهها ما عندي يا ابني. شعور تجاهها ما عندي. دني ام انا زلمه يبست من زمان. بعد في شغله بدي اهتري نطرت اهتري. قلت لي بنوقع اليوم. انت موقع بتوقع. كل شيء بتوقع بالحياه. شو بتوقع اليوم يصير؟ ممكن يصير مجزره. اوف. ما تستغرب بمرحله من المراحل ما بدي اياها ممكن اتصرف كثير تصرفات وسخه. مجرم لدرجه. مجرم لدرجه. اوف لدرجه. سؤال واحد وضعك الصحي الدقيق. ايه دقيق جدا. وهيدا الشيء بيأثر على حياتك. واي لحظة لا سمح الله بنتهي. اي لحظة بنتهي. سؤال واحد جوزيف. ما بتعتبر الحياة مش حرزين زعل؟ لا ما في اعتبر هيك. الام بتعرف انه ابنها عم بيموت؟ ما بتصور لا. وإذا عرفت إنه ابنه وضعه الصحي كثير دقيق ما حتتأثر. أنا متأكد. آخر سؤال أنا متأكد ما حتتأثر. آخر سؤال بهالموضوع. سؤال واحد آخر سؤال بهالموضوع. وإذا تأثرت ما بتصور حتتأثر. بس جاوبني على سؤالي. إذا تأثرت بتكون رجع حي ضميرها نتفة صغيرة. طيب شكراً.